فقرة فقرة صحتي فما كلتي طيلة هذا الأسبوع. الدكتورة مريم الوهلي كتقدم لنا نصائح طبية وقائية لكم ولنا مستمعنا الكرام. اليوم الموضوع اللي اخترته الدكتورة مريم الوهلي كيخص المشروبات الطبيعية. المشروبات الطبيعية لأن الكثير منا ما كيعرفش كيفاش يتناول المشروبات الطبيعية. اليوم غنتكلموا حول هذه المشروبات الطبيعية اللي كتزيد من حليب الأم. صباح الخير دكتورة مريم الوهلي، أهلا وسهلا بك معنا. صباح الخير لهدى. صباح الأنوار، الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك دكتورة. تحية لكل أم مرضعة. الله يبارك، شكرا. تحية لكاع الأمهات لأنهم كيبذلوا مجهود كبير في هذه الفترة هذه. نعم دكتورة، هي فترة جد مهمة، لا بالنسبة للأم ولا بالنسبة للرضيع. الرضيع اكزاكتومون، حقاش ماشي تنردعو غير حقاش عنده فائدة لهذاك الرضيع، وإنما حتى الأم، لأن مباشرة بعد الولادة تبدأ الدراسات أن الرضاعة الطبيعية يعني تتبلاصي كاع لي زورغان، يعني مثلا الرحم ديال الأم كيرجع لبلاصتو، يعني الأعضاء ديال الأم كلها الحمد لله من بعد يعني الولادة تيكون بطبيعة الحال يعني آلام إلى غير ذلك. صح الله ملي تبدا ترضع كل شيء تيرجع لبلاصتو. وكذلك الرضاعة هي واحد يعني واحد لاكت اللي مهم جدا لإنقاص الوزن، وهذا بزاف الناس ما تيستافدوش من هذه الفترة وتيزيدوا مع الأسف الوزن. بالعكس الرضاعة هي تساعد الأم أنها تهبط هذاك الشيء اللي مطلعته يعني في الفترة ديال الحمل. فوالا فترة الحمل، وهذا الشيء اللي غادي نعطيو نصائح اليوم لهذه الأم المرضعة باش ما تمشيش بعض الأخطاء الشائعة ديال أكل النشويات بكثرة، لأن مع الأسف هادو هما كما تقولوا الأخطاء الشائعة اللي عندنا. كيف ما تولد الأم كنوليو نعطيوها غير مخبوزات مخبوزات مخبوزات، ما كاينش غير المخبوزات اللي فيها بطبيعة الحال نشويات تعطي حليب أكثر أو لا انت بتحال تستفوريزي يعني الحليب عند الأم، وإنما كاين أشياء أخرى اللي تندوزو من حداها وكاينة في الكوزينة ديالنا ولكن ما تستعملوهاش مع الأسف. هادشي علاش اختارينا حنا هاد الموضوع باش نتعرفوا على هاد المكونات. فعلا أول حاجة تنأكد عليها عند الأم المرضعة هي أول حاجة قبل ما نبداو نعرفوا المشروبات هي تشد واحد بلاصة بوزيشن، تكون واحد الوضعية تكون مناسبة للرضاعة، لأن تحفيز الرضاعة تجي مع عند الرضيع. يعني أنني خاص نردعو بواحد الوضعية جد مناسبة، وخاص كذلك نتابه واش الرضيع ديالي تيرضع مزيان ولا لا، لأن هاد العملية كلها حتى هي محفزة لعملية الرضاعة. أول حاجة، أول قاعدة. ثاني حاجة خاصني نشوف واش نشرب الماء الكافي أو السوائل الكافي في اليوم. بحال دابا كي تيقولك نشرب قاعات الماء تقريبا ديال لتر ونص، بالنسبة للأشخاص العاديين واخا مرحبا، ولكن بالنسبة للأم المرضعة تقدر تحتاج حتى لجوج لتر ونص ديال السوائل أون جينيرال. نتكلم على السوائل، تندخل فيها الماء، تندخل فيها كذلك ليتيزان. ألوغ ليتيزان شنو هما؟ هما عوض ما غنشرب أتاي والقهوة اللي ما تنصحوش بها الأم المرضعة، داكو تنفضلوا انها تشرب يعني اعشاب من الاحسن. داكو شنو هاد الاعشاب؟ تقدر تحتوي على النافع وعلى الحلبة. ندير شي كمينيكا فيها النافع وشويه الحلبه، ما نكثرش من الحلبه، لان يعني خصنا نعرفوا اي حاجه تناكلوها يعني الحليب يقدر انه يتغير في لوغو ديالو، وبالتالي الرضاعه ما تبقاش يعني محبوبه عند ذاك الرضيع. غندير غير ندير النافع، النافع رائع جدا يعطي واحد اللوغو زوين للحليب كذلك، ولكن ندير غير شويه ديال الحلبه. هادو جوج ملي تيتكومبيناو او لا ملي يعني تديروهم بجوج بحال محفزين لعمليه الرضاعه، لانهم غنيين تكون ابان بيتا غليكان. دكتور على هاد المكونات اكيد غادي تكون واحد الكميه اللي ما خاصش السيده تفوتها في النهار، اللي ما خاصهاش تعدها في النهار. مش كنتكلموا على النافع والحلبه. النافع والحلبه نقدر دير الام دي تيزان ديال ثلاثه المرات ثلاثه المرات تقريبا. النافع غادي ندير واحد المعلقه صغيره، الحلبه راس المعلقه داكوغ، ونديرو في كميميسة ونكب عليهم الماء سخون. هذه ثلاثة المرات رائعة جدا تتحفز عملية الرضاعة. كاين كذلك الكمون، الكمون حبوب رائع جدا لتحفيز عملية الرضاعة، حتى وندير واحد المعلقة صغيرة ونكب عليه الماء سخون، رائع رائع لعملية الرضاعة. دونك هنا ملي تنشوفوا هذه الأشياء اللي تتناولوا بعيدا على تناول النشويات، عاد غنجي وغنقول لكم ممكن كذلك تدخلوا النشويات ولكن اللي تتحفز عملية الرضاعة. بحالاش تنهضر على الشوفان، الشوفان رائع
داكوغ يعني تقدر الام تبدا به نهارها تفطر به او لا ديروا دي سموسي مع البنان مع شويه تاع الزبده وشويه فوالا مع فواكه ومع يقدر تستعمل اي ياغورت. علاش نقولوا ان الام المرضع تعتمد كذلك على الحليب ومشتقات الحليب لانه غني بالكالسيوم غني بالفوسفور غني كذلك بالبروتينات والام في هذا ماشي حقاش بغينا الكالسيوم يدوز الرضيع وانما حقاش الام هذيك العمليه اللي تدير تقدر انها دير لها الكالسيوم من العظام ديالها فبوقتها ضروري تقريبا كل وجبه خاصها تاكل تاخذ الحليب او لا مشتقات الحليب وبالتالي تقدر مثلا تبدا نهارها بعصير داكوغ نسميو عصير ديال الشوفان ندير واحد جوج معالق كبار ديال الشوفان مع بنانه ممتاز داكوغ مع حليب او لحليب اللوز لان حتى حليب اللوز هو مدر للحليب داكوغ او لحليب الشوفان يقدر هاد الاشياء نصوبوه في الدار ماشي بالضروره ناخذوا الحليب المصنع داكوغ نقدروا ناخذوا غير كاس حليب يترقد يعني في الليل في الماء اللوز تسمحوا لي اللوز يترقد في الماء من بعد الغسلين تنغسلو مزيان ونستعمل هذاك الكاس وندير ليه جوج كيسان تاع الماء ونطحنو ونصفي وهذاك الشيء اللي بقى يعني في الصفايه نقدر نستعمله في الخبز لان اللوز اون جينيرال ممتاز جدا لعمليه الرضاعه القيمه الغذائيه ديالو نعم. القيمه الغذائيه ممتازه وحتى البنه شي حاجه بنينه فعلا الا ما قدرتش نستعمل حليب اللوز نقدر مثلا انا ندير الحليب العادي او لا ياغورت عادي مع الشوفان مع بنانه ونزيد شويه تاع ذريه الكتان واحد تقريبا نص معلقه صغيره زريعة الكتان تكون ديجا مطحونة باش نستافد أكثر من الفوائد ديالها ونزيد واحد المعلقة تاع اللوز إلا كانت متوفرة ما كانت متوفرة غير هاد العناصر ممتازين أنهم يدروا الحليب يعني منذ الصباح داكوغ وهاد نعتمد هاد التيزان اللي قلت لكم عصير كذلك ديال الجزر ممتاز جدا لعملية الرضاعة داكوغ ممتاز ممتاز دونك تقدر أنها الأم تاخذو مع 11 تقدر تاخذو مثلا مع 4 تاع العشية حتى هو مدير لعملية الرضاعة ألوغ كاين أشياء اللي ما تنصحوش الأم أنها تستعملها وخا أنهم أعشاب طبيعية ولكن يعني مغلوطين ما خصناش نستعملوهم بزاف لأنهم هما تنقصوا من هذه العملية هذه بحال التلمية من الأحسن ما تستعملهاش الأم المرضع الكزبر البيرسيل ما تستعملوش الأم المرضع الكزبر يابس ولا الخضار لا الكزبر لا لا الطري طري هو ما يتستعملش بزاف عند الأم المرضع لأن تنقص من الحليب الصوجة كذلك النعناع والنعناع العبدي أيه نعم هادو من بين العناصر من بين العناصر اللي ما نستعملوهمش الا كنا يعني كنت ام مرضع لانهم تينقصوا او لا عندي خطر ان الحليب يتنقص ليا الاشياء اللي تكلمت عليها يعني كما قلت الشوفان الجزر النافع الحلبه ذريعه الكتان الفواكه الجافه نواد كاجو كان بلا ما يترددوا السيدات باش يتناولهم ما يترددوش باش يتناولهم حتى التمر ممتاز جدا لانه فيه فيتو استروجين وفيه نيتريبتوفان وفي يسرع من عمليه الرضاعه واضح دكتورة مريم الوهلي مشكورة جدا على كل هذه النصائح اللي قدمت لنا اليوم بخصوص المشروبات الطبيعية التي تزيد من حليب